سجل المصري القديم مكانة حور محب، صورة وكلمة زي ما موجود قدامنا هنا، والمترجم موجود وفي نفس الوقت ناحية اليمين بيكلم الأسرى وناحية الشمال وهو بيكلم حور محب. وحنلاقي حور محب واقف قدامنا وهو بيبص ناحية اليمين وناحية الشمال. وسجل هنا أمنيته بأن يفضل حور محب خالد للأبد. هنلاقي العلامة اللي على اليمين هي بالضبط نفس العلامة اللي على الشمال، وهما حرف الحاء، وهي على شكل حبل مربوط وجواها شكل الدايرة، والكلمة هنا بتتنطق نحح وهي معناها الخلود. تحتيها هنلاقي جت اللي هي الأبدية.